للمزيد من الشرح والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة. دكتورة مساء الخير، وما الذي يعكسه حرص الرئيس السيسي على المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2023؟ في البداية أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. لا شك يا أستاذة ريهام أن النجاح قوة وإرادة، وهو ما تفعله الدولة المصرية بحضور الرئيس عاما بعد عام لهذا المؤتمر اللي بيمثل أهمية وثقل سياسي ودولي، ويعطي دلالة بالغة الأهمية للعالم كله أن هناك قيادة في مصر تهتم بملف الطاقة سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية، باعتبار أن المؤتمر يمثل واحد من أهم المنصات العالمية للطاقة، ويجمع الحقيقة قادة وصناع الطاقة على مستوى العالم وكبريات الشركات العالمية. الحقيقة هناك رسالة إلى العالم من القاهرة بأن مصر ليست دولة منتجة فقط، ولكنها دولة محورية في معادلة الطاقة الدولية، بما يمثل فرص حقيقية لسوق التنافسية في الاستثمار بدولة أدركت مبكرا تنويع مصادرها والوصول إلى معادلة طاقة متوازنة يبحث عنها العالم في الوقت الراهن. ويمكن إحنا النهاردة بنشكر السيد الرئيس اللي اتكلم على ديناميكيات الطلب وكيف تأثرت الأسواق العالمية في معركتها من أجل البقاء على خلاف بقى الحرب الروسية الأوكرانية وما دار فيها ومن قبلها أزمة الجائحة. الحقيقة منتدى شرق المتوسط كما قال السيد الرئيس بيؤدي دور هام جدا، فالمرحلة المستقبلية أكيدا سيتم تأكيد معادلة الطلب لمحاولة جلب توازنات للسوق العالمية، على أساس أن المرحلة القادمة لا يعلم الله ستشهد مدى التأثير. الحقيقة التداعيات العالمية وأزمة الطاقة جعلت هناك إعادة لتشكيل الأسواق، وإحنا بنعيد تشكيل موازين القوى. إذن الأسواق العالمية تأثرت من إعادة موازين القوى في التشكيل. والأمر الثاني الحقيقة إن المؤتمر في نسخته دي هو يعتبر حالة استثنائية، لأنه الحقيقة في طريقة انطلاقه انطلاقة حقيقية في وقت حرج بيمر به الأسواق العالمية. هو الوقت، فكرة الوقت فعلا دي نقطة مهمة، وفرص الاستفادة منه، يعني الاستثمار الأكبر في الطاقة. بالتأكيد يا فندم، لأن العالم كله بيعاني، لأن استثمارات الطاقة قلت في الفترة السابقة بسبب طبعا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن مجلس الطاقة العالمي قريبا كان بينادي لابد من زيادة الاستثمارات إلى عام 2024 في مجال الطاقة. لا شك أن مصر تمتلك الفرص التنافسية الواعدة، والمؤتمر ده الحقيقة ترجمة مخرجاته في شكل استثمارات جديدة، دي هتوفر مزيد من فرص التعاون وعرض أفضل للممارسات المصرية والخبرات، خصوصا أن احنا عندنا الحقيقة من خلال بوابة مصر الجيولوجية بدأنا في طرح مزايدات جديدة تحدث عنها السيد الوزير البترول اليوم في مجال البترول والغاز والطاقة المستدامة. أمامنا مشوار إن شاء الله ناجح في الفترة القادمة بالنسبة لي البحث والاستكشاف، ويمكن عندنا اتفاقيات لحفر 300 بئر في المرحلة القادمة وهو ما تحدثوا عنه اليوم. وعايز أقول لحضرتك في حاجة مهمة جدا، إن المنصة دي يعني الحقيقة إحنا بنعتبرها إن هي منصة فرصة للخبراء المحليين والدوليين لتبادل الأفكار والرؤى في الاستراتيجية التي تحتوي على الشمولية، لأن مصر بتاخد ملف الطاقة من منظور المسؤولية، بمعنى أن لديها مسؤولية اجتماعية ومجتمعية ومسؤولية بيئية، فالحقيقة هي بتاخد العالم معاها لهذا الملف الشمولي في المسؤولية المجتمعية والاجتماعية والمسؤولية البيئية. الأمر الآخر أن الشركات العالمية الحقيقة اللي حاضرة، ويمكن السيد الوزير كان بيتكلم أن إحنا الأول مرة في قمم المناخ تم إتاحة فرصة اليوم لإزالة الكربون، وده الحقيقة اللي مصر بتنتهج، ويمكن هي من الدول اللي أدركت مبكرا أهمية استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية، ولديها مبادرتها الرئيسية في تخزين الكربون في الاستراتيجية الوطنية الجديدة بالنسبة للطاقة. الحقيقة بتقدم تجربتها وبتسمع تبادل الآراء بالنسبة للشراكات التطلعية اللي موجودة في هذا المشهد للاستثمارات في الطاقة، لأن ده هيحدث أكيد توازن في المعايير
سواء الاجتماعية أو البيئية أو الحوكمة بالنسبة لملف أمن الطاقة. الحقيقة هذا المؤتمر كمان ليه نقطة هامة أو محور هام جدا هيتكلم فيه عن أمن الطاقة ودور شمال أفريقيا ودور دول بحر المتوسط بالنسبة لأمن الطاقة، لأن الأمر معادلة الطاقة الدولية قد تغيرت، قواعد اللعبة في المنطقة يا أستاذ ريهام قد تغيرت بفعل الحرب وبفعل إعادة تشكيل القوة، فأصبح لشمال أفريقيا والقارة الأفريقية أصبح ليها دور أكبر وفاعل. ويمكن وإحنا بنتكلم على إعادة ديناميكيات الطلب اليوم، إن إحنا في المرحلة القادمة بنسعى إلى من خلال الشراكات وزيادة الاستثمارات، لأن القطاع ده الحقيقة نجح خلال الفترة اللي فاتت في تنافسيته في الاستثمار أن يجلب حوالي 90% من تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري، فالحقيقة هو بوابة السوق المصرية وأحد الأسواق الواعدة في سوق الطاقة العالمي لجلب الاستثمارات ونقل الخبرة التكنولوجية خصوصا في مجال البحث والاستكشاف. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة.